نعتذر وممنوع رؤية الأطفال. ليه الإعدام دايماً في الفجر؟ اعترافات عشماوي المكلف بإعدام متهمين بعد حكم القضاء لمفيد فوزي. لو ما فيش إعدام في البلد دي الجريمة كده تتضاعف. أقول لك تتضاعف 100%. ما أهمية وزن المحكوم عليه في تنفيذ العملية؟ انت اعدمت تقريبا كم واحد؟ يعني عديت الالف. متى اخاف؟ متى اقلق؟ ومتى اشعر بندم؟ جمال جمال جمال، وربنا حكم عليها ان هي تموت الموت الشنيعة دي. كتمت عن زوجتي مهنتي حتى لا تخشاني. ايه رأيك في تنفيذ الاعدام في ميدان عام؟ الحب الذي يودي اللمان والغيرة تصل للإعدام. الناس كلها في مصر تعرفه. من كانت أقوى في الواقع، ريا أم سكينة؟ محدش اتكلم معايا وقال باللسان الفصيح أن عزة حنفي. هل نلغي عقوبة الإعدام كبعض الدول؟ الناس بتعرفك في الشارع. هل شعرت مرة بالشفقة على محكوم بالإعدام؟ تنفيذ الحكم الإعدام لازم يكون الاسم رباع واسم الشهرة. ما مشاعرك حين تنفذ عملية إعدام امرأة؟ مهنة الحانوتي يعني التربي ولا عشماوي؟ عشماوي يفتح قلبه للمحاور مفيد فوزي في مفاتيح الخميس 7 مساء على دريم 2.